وزير العدل الجديد بالقاسم زغماتي. 1981 التحق بسلك القضاء، عين نائبا عاما لدى المجالس القضائية في باتنا وسطيف ووهران والجزائر، محامي عام لدى المحكمة العليا، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر. 2015 أنهى الرئيس السابق بوتفليقة مهامه بسبب قضية وزير الطاقة السابق شكيب خليل. 2016 تم إعادة تعيينه نائبا عاما مساعدا لدى المحكمة العليا ثم وزيرا للعدل.